شحال وانا كنقلب كنمشيو ونرجع لنفس البلاصه فين كنت. شويه حتى كنسمع صوت الانين بحال لا شي واحد كيتوشع، وجبت تليفوني وشعلت فيه اللمبه باش نشوف مزيان. وجهت لبيلي وبان ليا وكيتالم، قلبي ارتاح نسبيا حيت مازال عايش وكيتنفس. وقفت وما عرفت شنو ندير باش نقدو. شويه كنسمع صوت الاذان د الفجر وقلت اكيد غادي يكونوا الناس تما يعاونوني عليه باش نقدو. وحيدت الشال اللي كان في عنقي ودرتو على الجرح وزيرتو مزيان باش ما يزيدش يفقد الدم اكثر. ما عارفاش شنو كيدار في هاد الحالات، ولكن هاد الشي اللي كنت كنشوف في الافلام. وحطيت تليفوني شاعل فيه البيب باش نقدر نميز من بلاصتو ملي نرجع في هاد الظلام. قربت منه وقلت له ما غداش نتعطل، عافاك صبر وكان واعدك غدا نقدك وغادي تعيش. ومشيت كنجري لعند الجامع. بان لي راجل كبير شويه في العمر خارج من الجامع. قربت منه وانا كنهج عمي عافاك عاوني. تخلع في الاول وقال اسم الله الرحمن الرحيم، شكون انت يا بنتي؟ قلت له عافاك لا ما عاوني، راجلي كيموت في الغابه، عافاك عتقو ما بغيتوش يموت. قال لا حول ولا قوه الا بالله وبدا كيعيط رشيد. شويه جا واحد الشاب وقف كيشوف فيا باستغراب وقال له نعم الوليد. قال لي سير بالزربه عيط لخوك محمد يجيب الطوموبيل ننزلوا للغابه نعتقوا السيد من الموت. ما كاملاش جوج دقايق ووقفات قدامنا سياره. حاولت نوصف ليهم البلاصه ومشينا بسرعه كبيره. وقفات الطوموبيل ونزلنا على رجلينا. كانوا النجوم بداو كيختفيو حيت كان النهار غادي يطلع، وبان ليا الضوء ديال التليفون من بعيد. ومشيت كنجري وتبعوني دوك الناس، قلبي كان كيضرب، خفت لا يموت. تعاونوا عليه وهزوه في الطوموبيل باش نديوه للسبيطار. وهو يقول الحاج اشنو وقع بنتي؟ شكون دار فيه هاد الحاله؟ توترت من هاد السؤال. وصلنا للسبيطار حتى خرجت الممرضه وقالت مدام السيد اللي جبتوه الحمد لله تعدى مرحله الخطر. وقفت وعنقتها بلا ما نحس من كثرة الفرحة وقلت الحمد لله يا ربي. بادلتني العناق وقالت على سلامته، شاف فيا الحاج والفرحة باينة في عينيه وقال على سلامته وبنتي الله يشافيه ليك. وهو قلت ليهم شكرا ليكم بزاف، بفضل ربي وبفضلكم هو دابا عايش. وهو يقول لي الحاج العفو بنتي تهلاي فراسك، احنا دابا غادي نمشي يلا في امان الله. بقيت جالسه في قاعه الانتظار وكنفكر في حياتي، فين غدا نمشي دابا؟ كيفاش غدا تكون حياتي بلا ماوى وبلا خدمه؟ وهزيت تليفوني شحلته وعيطت لجوديه وقلت ليها باللي تبعد الا كان حداها شي حد بغيت نهضر معاها. سولاتني على راسي وقلت ليها اجي لعندي للسبيطار. ملي وصلت عاودت ليها كاع داكشي اللي جرى. وجات الممرضه وهي تقول مدام خاصك تمشي للاستقبال باش ناخذوا شي اجراءات. شفت فيها وما عرفتش باش غدا نجاوب. اش من اجراءات؟ انا لا كارت ناسيونال وما عنديش، وحتى الفلوس وحتى سميتو ما عارفاهاش، اشنو غدا نقول ليهم؟ وانا نقول جوديا بهمس عافاكي راني واحله، انا ما عندي لا كارت ناسيونال لا فلوس، ديري شي حاجه. وهي تقول واخا انا غدا نتكلف، تسنيني هنا حتى نرجع. ومشات جوديا مع الممرضه وانا جلست نتسنى. دازت ربع ساعه ولمحت جوديا جايه وجلسات حدايا. وهي تقول لي اشنو دابا كتسني؟ يفيق وتمشي تعاودي ليه ياك؟ قلت ليها اكيد انا عارفه سميت واحد فيهم، ومن كلامهم كان باين كيعرفوه، خاصني نحذرو منهم. قالت شمس واش تصدقيتي؟ شكون قال لك هو ماشي من شي عصابه؟ وهذه تصفيه حساب بيناتهم، واش انتي ناقصه هم ومشاكل؟ درتي لي عليك
وهو دابا بخير. نوضي يلا في حالنا، ايش وصلنا لشي قتيل؟ فكرت في كلامها ولقيت باللي عندها الحق. انا كان هدفي نعاونه ونقذ حياته، والحمد لله ربي ما خيبنيش، ما خاصنيش مشاكل اخرين. بارك عليا من المشاكل يطيحوا على راسك، اللي فيا مكفين. قالت شمس نوضي نمشيو في حالنا من هنا. قلت واخا هنا جاية. خليتها جالسة ودخلت عنده. تفكرت اللحظة اللي شفته وبقيت كنحقق في ملامحه، وتبسمت ابتسامة خفيفة. كنشوف فيه ملامحه العسلية ولحيته الكتيفة. بقيت كنتأمل فيه شوية، حل عينيه بشوية اللي لونهم مزيج بين الأخضر والزرق، ما عرفتش بالضبط شنو هذا اللون. وهي تقول جوديا شمس شمس يلا. درت شفت عندها ورجعت نشوف فيه، لقيته سد عيني، يمكن مازال شاد فيه البنج. قربت منه شوية وتكلمت بهمس. قلت له البارح ماتت الحياة بداخلي، وانت كتب ليك عمر جديد. انا وفيت ليك بوعدي، نهار تشوف شي حد محتاج ليك مد ليه ايديك وعونه. يلا بسلامة. وقفت باش نمشي، وجات عيني على شي كتابة ولا رسم مطراسي في دراعه. حركني الفضول باش نشوف شنو داكشي، ولكن ايد جوديا سحباتني اللور بالزربة وهي تقول ايش نو بغيتي تديري ها؟ قلت ليها يا لطيفة صاحبتي، كنتي غطيري ليا ايدي من بلاصتها، ما بغيت ندير والو، يلا نمشي. خرجنا من السبيطار وركبنا في طوموبيل جوديا. قالت لي يلا هي تمشي معايا للدار، وما بغيتش. قلت ليها باللي امها كتعرف سلطانة وغتقولها ليها، وهي تقول اذا غدا غدا تمشي معايا لكازا، ما غداش نخليك هنا. وانا نقول ليها دوزيني للمدينة، بغيت ناخد شي حويج. داتني بعت السلسلة وخديت الفلوس، واخا ماشي هذا هو الثمن باش شرتها لي سلطانة، ولكن على الأقل غدا نلقى باش نسلك راسي هاد يومي. رجعت عند جودية وما قلت ليهاش فين كنت، وقلت حطيني عند شي أوتيل ندوز فيه اليوم. قالت واخا خاصني ندخل معاك حيت انتي ما عندكش لاكارت. وقلت ليها نسيت هاد المسألة من بالي، ما عرفتش شنو ندير في وراقي والباك ديالي، كل شي بقى في الدار. قالت قولي ليا فين حاطه اوراقك بالضبط، وانا غدا نحاول ندخل لبيتك ونجيبهم. وصفت ليها فين كاينين بالضبط، وقلت حداك يحصلك شي حد. قالت الا ما تخافيش. دخلت البيت واول حاجه جات عليها عيني هي السرير، بغيت غير نعس. فقت الصباح وحسيت براسي ما قادراش نوقف بالجوع، قلت في الوطيل وما بغيتش نخرج حيت خفت لنتلاقى بجهاد ولا سلطانة ولا شي حد كيعرفهم. كملت ماكلتي وبغيت نرجع للبيت حتى وقفات عليا جوديا وفي ايدها ملف ازرق. قالت جبت ليك شي حوايج باش تبدلي غدا، وكوني موجودة مع تسعود الصباح. صراحة جوديا اكثر من صديقة، هي اللي وقفت معايا وعاوناتني بدون مقابل، على الاقل ما نافقاتنيش وما استغلاتنيش بحال الاخرين. وفاش احتاجيت ليها مدات ليا ايدها. نزلت باش نخلص لوطيل ولقيت جوديا مخلصه كل شيء. ركبت في الطوموبيل وديمارات ومشينا لكازا. وصلنا وكانت هادي اول مره غادي نجي ليها. وقفت بينا في حي راقي قدام عماره رائعه باينه زوينه غير من برا، وقالت غدا نوصلك للدار وغنمشي نجيب شي حاجه ناكلوها، يلا طلعي. فتحت الباب ورحبت بيا ومشات. شويه جات وجابت الماكله معاها، كلينا وراتني البيت اللي نعس فيه، وخديت دوش وبدلت من دوك الحوايج اللي جابت ليا ونعست، وبدلت من هذوك الحوايج اللي جابت ليا ونعست. دازت شهر وانا مع جودية في الدار، وكل نهار كنخرج نقلب على خدمه والو ما كان القاش. عييت وحسيت البيبان كاملين تسدوا في وجهي، وليت كنحشم من جوديا، موفرة ليا كل شي، المأوى والأكل حتى اللباس. وزادت حتى حالتي النفسية الدهورات، كنت فكر سلطانة وجهاد واللي داروه فيا، وشي مرات كيرجع ليا الحنين الجهاد القديم
اللي كان سند وظهر ليا قبل ما يهاجر. فقت في الصباح كيف ما العادة، وجدت الفطور وخرجت بكري باش نقلب على خدمة. ثلاثة سوايع وانا كندور من بلاصة لبلاصة بحال لحتى حتى جيت انا الخدمة اعاد نقاردات. كل شي معكس ليا، وجلست تحت واحد الشجرة نتسارح. درت راسي بين ايديا وبديت كنخمم في اشنو غدا ندير وفين غنزيد نمشي. في هذا الشهر حفظت المدينة كاملة وحتى ناسها حفظوني، من كثرة ما كندوس في البلاصة الوحدة أكثر من ثلاثة المرات في اليوم، لنكون نسيت شي باب ديال الرزق ما دقيتوش. فجأة كنحس بشي حاجة ماضية تحطات على عنقي وقال بلغوات حطي اللي عندك. فشلت وطلعت معايا السخانة، ايش داني نجي لهاد البلاصة الخاوية؟ قلت له شوف عفاك، غدا نعطيك كل شي، خلي ليا غير وراقي محتاجاهم. قال يلا طلقي ولا غنخسر ليك وجهك. فتحت الساك نعطيه التليفون والفلوس ونطروا ليا من ايدي. خواه كامل اجبد اللي بغى ولاح الساك على وجهي، وفي لمحة بصر اختفى من قدامي بحال لما كانش واقف حدايا. رجعت وجلست حاطه ايدي على قلبي وكنت نفس بالزربة. مشالي التليفون و500 درهم. الأمور غدا وكتعكس معايا، وقفت بالزربة باش نخرج من هاد البلاصة. لا نصدق هاد المرة ضحية ديال القتل ماشي سرقة. صلت لواحد الحي، واو باين ساكن هنا غير الناس الكلاس. احتى المحلات اتشهت وقف قدامهم وتشوف فيهم بالسوايع، وبان ليا واحد المغازان راقي وكبير فيه شي ثلاثة ديال الطبقات وكل زاج، ومعلق فيه واحد اللوغو اكحل مكتوب فيه الفهد. قلت ندخل ونجرب حظي، يقدروا يكونوا طالبين شي حد يخدم عندهم. دخلت وبنت لي واحد البنت لابسة طقم أسود أنيق فوقها فيست كحل. تقدمت عندها وسولتها أختي الصراحة أنا ما جايش نشري، جيت نقلب على خدمة. قالت وعليكم السلام، ولكن أختي ما عرفتش صراحة المدير واللي هو مول شي ما كاينش، ولكن خلي لي السيفي ديالك فاش غيجي نعطيه ليه. خرجت وساعة ورجعت، وأول ما حطيت رجلي في داخل جات عيني على أديداس ناصعة البياض. طلعت عيني بشوية مع هاد الجسم الطويل، سروال ديال جينز رق سناوي اكتاف عراض مغطيهم تيشيرت بيض. تأملت اللحظة فيه حيت عاطيني بالظهر، بقيت واقفة في بلاستي متحركتش. احتى حسوا بوجودي وداروا بجوج في دقة. نسيت البنت وركزت غير مع الشخص اللي من الأول ما حيتش عيني عليه، وجات عيني في عيني هنيشة. اشهقت من الصدمة، هاد العينين شايفاهم وهاد اللون اللي ما عرفتش نسميه مستحيل ننساه. هو مجهول الغابة. درت بالزربة أعطيته بالظهر باش نخبي وجهي، ولكن تفكرت باللي هو أصلا ما شافنيش باش يعقل عليا ولا حتى يعرفني. وهي تقول البنت مادموزيل عندك الزهر، مسيو فهد يالله جا. درت عندها ما كنشوفش فيه، ولكن حاسة بنظراته كيخترقوني. قالت مسيو فهد هاد البنت كتقلب على خدمة، وهذا هو السيفي ديالها. هزيت عيني فيه وسهاف عينيا للحظة وحرك نظراته على تفاصيل وجهي بحال كيفحص ملامحي، ورجع شاف السيفي سدو ومدو ليا وقال ولكن حنا ما خاصناش، الله يسهل عليك في بلاصة أخرى. شديت السيفي ديالي من عنده ودار مبعد عليا ومشى لجهة الدروج، وشافت فيا البنت بحزن وبديت كنمسح في عيني من الدموع. لهاد الدرجة ما عنديش الظهر. نزلت راسي وسمعت البنت كتعيط له. قالت له مسيو فهد عافاك، باين باللي هاد البنت محتاجة لهاد الخدمة، جربها فترة وإذا ما عجباتكش خدمتها غادا تمشي تقلب في بلاصة أخرى. دار جهتنا وشاف فيا وهدر
شحال وانتي كتقلبي على خدمة؟ بقيت منزلة راسي وكنسرك في ايدي شهر وانا كنقلب وما لقيت والو. مد ليا ايدو باش ياخد سيفي وعطيتو ليه، وهو يقول تبعيني للمكتب. زعزعني صوته وابتسامة خفيفة تشكلات على وجهي. هزيت عيني في البنت اللي شافت فيا وقلت ليها شكرا، وتبعت مجهول الغابة. جلس ودار رجل على رجل وكيشوف في السيفي وكيدور بالكرسي، وقال شمس علاش ما كملتيش قرايتك؟ عندك نقاط مزيانين في الباك. قلت له غير ما كتابش وصافي. حط السيفي وقال المهم انا غادي نجرب خدمتك، الى عجباتني مرحبا بك معانا، واهم حاجة عندي هي الثقة والانضباط في العمل، والشي الاخر غادا تقولوا لك سناء، وهي اللي غادا تبقى معاك حتى تولفي وتعرفي شنو المطلوب منك، وممكن تبداي من غدا ان شاء الله. سيري ارتاحي اليوم. افرحت وقلت له شكرا يا مسيو فهد، الله يكتر خيرك وان شاء الله غدا نكون عند حسن ظنك. قال ان شاء الله ممكن تمشي. قال اه في السيفي ما كاتباش رقم تليفونك ولا حتى الايميل ديالك. نزلت راسي للارض وتكلمت بشوية. الصراحة قبل ما نجي لهنا تعرضوا لي الشفارة وخداو لي التليفون، شاف فيا وقال انتي ما داروا ليك والو بعدا. قلت له لا مسيو، خداو غير الفلوس والتليفون اللي في الساك. قال على سلامتك كل شي تعود. المهم غدا ان شاء الله سعود تكوني هنا. خرجت وانا فرحانة واخيرا لقيت خدمة وعند شكون مجهول الغابة. انزلت عند البنت باش نشكرها، قلت ليها شكرا بزاف على وقفتك معايا، وقالت العفو ما درت والو، المهم انا سميتي سناء. قلت تشرفت بيك وانا شمس، ومديت لي 100 درهم. وقلت ليها ديالاش هادي؟ قالت باش تاخدي تاكسي. بغيت نرجعها ليها وهي تقول صافي عافاك سيري ارتاحي وغدا اجي بكري ليه يجري عليك المدير قبل ما تبداي الخدمة. خرجت وشديت تاكسي، وصلت للدار ودخلت. بانت ليا جودية كتحط الغدا فوق الطبلة. جلست في الكرسي وبديت الماكلة. قلت ليها فيا الموت ديال الجوع، وهي تقول اه الناس فرحانين، هي نقولوا مبروك. قلت ليها اه باركي ليا لقيت خدمة في واحد المجازة. قالت مبروك عليك حبيبة الله ييسر ليك. قلت ليها عرفتي ديال من؟ قالت لا ديال من؟ قلت ديال مجهول الغابة، الشخص اللي كنت معاه في السبيطار. جودية وحليها العصير بالصدمة وبدات كتكح وقالت شنو؟ المهم وتغدينا وجمعنا الطبلة وتلاحيت في السرير ونعست. كنت عيانة من الدوران ديال اليوم وخاصني نرتاح باش غدا نكون اون فورم ونبدا اول نهار ليا في الخدمه. فقت على صوت جوديا يلا نوضي يا صاحبتي خلاص متي انتي ماشي نعستي راه 8 هادي. فقت مخلوعه امتى غدا نلبس وامتى غدا نوصل والطريق طويله، وهي تقول اش من طريق مالكي مسافره وما في خباريش. قلت ليها الخدمه الخدمه جوديا خاصني تسعود نكون تما. ضحكات وقالت سعود ديال غدا ماشي تسعود ديال اليوم، نوضي تاكلي وتنعسي وتفيقي عاد تمشي للخدمه. اوف تخلعت، قلت واش وصل الصباح دغيا. ونضوشت وخرجت صليت وكليت وجمعت شويه الدار سيقتها حيت غدا غادي نكونوا بجوج برا النهار كامل. شعلت التليفون اللي عطاتني جوديه فاش عاودت ليها على شنو اللي وقع ليا وباللي مشى ليا التليفون. فقت الصباح على غير عادتي الحزينة، هاد النهار فقت ناشطة وفرحانة بحال لملكت الدنيا. لبست حويجي وخرجت، لبست حويجي وفطرت أنا وجوديا وأصرات عليا توصلني. قالت ضروري نوصلك. قلت ليها جوديا غير غدا نعطلك على قرايتك. قالت غير أول نهار ومن بعد ضربي الطريق على رجليك. قلت ليها واخا لالا يلا سربي، وهي تقول شمس اشنو غادا ديري معاه؟
قلت ليها مع من؟ قالت مع مديرك في الخدمة. واش غدا تقولي لي شكون انتي؟ قلت ليها وعلاش شكون انا اصلا؟ قالت قصدت واش غدا تقولي ليه باللي انتي اللي نقدتيه وغدا تعاودي ليه على الحادث ديال الغابة؟ قلت ليها اكيد لا، ما كاين لاش يعرف، انا درت حاجة اللي ممكن اي واحد يديرها وما بغيتوش يفهم الا قلتها ليه باللي انا طامعة في المقابل. وهي تقول وممكن انه يتهور ويدير شي تصرف مع هادوك ويجرك حتى انتي في الرجلين، احسن بلاش، ماشي من مصلحتك يعرف. هزيت راسي بآه وقلت ليها صافي بارك عليك، هنا راه قربنا. وهي تقول لي يلا بسلامة. تمشيت حتى قربت البوتيك وجلست في مقعد مجاور ليه. شوية وقفات سيارة سوداء قدامي ونزل منها مجهول الغابة. وقفت وتمشيت جهته وقلت له صباح الخير مسيو فهد. قال صباح النور شمس. أنا قلت لك تسعود تكوني قدام البوتيك، ماشي تباتي هنا. حسيت بالإحراج ووجهي سخن. وهو يقول غير ضحكت معاك، برافو، أول اختبار نجحتي فيه. ابتسمت وشكرته. دخلنا وهو يقول شمس كتعرفي ديري قهوة؟ قلت له آه. وهو يقول إذا صايبي لي قهوة وجيبيها لي المكتب إلا كان ممكن. صايبت له القهوة ودخلتها وحطيتها له فوق المكتب وبديت خارجة. وهو يقول شمس مازال ما تكلمناش على الصالير ولا شحال غدا تخدمي؟ قلت له مسيو فهد انتوما اللي تعرف، انا بغيت نخدم باي تمام، المهم تكون خدمه حلال وما عنديش مشكل في شحال ديال الوقت، احسن ليا نخدم من نجلس في الدار. قال واخا، المهم بما انك مبتدئه غادي يكون الصالير ديالك 4000 درهم ووقت الخدمه من 9 للوحدة وعندك روبو ساعه وترجع للخدمه حتى للسبعة العشيه، والخدمه طول الاسبوع الا يوم الحد اللي عطله. ما اهتميتش باوقات العمل بقدر ما عجبني الصالير، الحمد لله غدا نهز راسي ونقدر حتى نكري ونستقل بوحدي. قلت له واخا مسيو فهد وخدمتي غدا نديرها على اكمل وجه. قال ممكن تزيني هاد العقد ومن هاد اللحظه تحسبي راسك خدمتي معنا رسميا. ابتسمت، يعني ما بقيتش في فتره اختبار، دابا غدا نترسم. سنيت دوك الاوراق بلا حتى ما نقراهم ونزلت ولقيت سناء جات عنقتها وشكرتها. قالت بدايه مزيانه، جيتي قبل من كل شيء. قلت ليها حتى انتي ضحكي عليا، راني كنت دايره في بالي غدا نجي للخدمه على رجليا، داكشي علاش خرجت بكري. اجي واش ديما المدير كيجي قبل منكم؟ قالت مسيو فهد مادام جا بكري اليوم الا وراه ما غاديش يطول شويه وغادي يمشي للشركه. قلت ليها اش من شركه؟ قالت شركه النسيج ديال الحاج عمران اب مسيو فهد، وهاد المجازة تابعه للشركه حيت كتباع فيها الماركه اللي كتصنع في الوزين ديال الشركه، فهمتي؟ قلت يعني هاد المجازة ديال الاب ديالو. قالت لا، هي في الاصل ديال السي فهد، غير كتبيع ماركه ديال الحاج عمران. اجي معايا نعطيك اللبسه ديال الخدمه. دوزت صباح كامل مع سناء مرافقاها في كل خطوه، كنلاحظ وكنحفظ شنو كدير وكيفاش كتعامل مع الكليان. حسيت بالراحه والوقت داز دغيا. وصل وقت الروبو ودخلت توضيت وصليت هو الاول، وعرضتني سناء الغدا. خرجت انا وياها ومشينا لواحد المطعم زوين، اجلسنا كنهضروا ودوموندينا الغدا. اعتذرت منها وقفت باش نمشي للحمام حتى تصدمت بجهات قدامي. رجعت لبلاستي، الحمد لله ما شافنيش، مازال ما مصدقاش اللي شافته عينيا. جهه هذا شنو جاي يدير هنا؟ واش يكون عرف بلاستي وكيقلب عليا؟ ولكن منين غادي يعرف؟ واش جوديا قالتها ليه؟ لا لا ما يمكنش، جوديا ما تديرش هكا. اسئله كثيره كتدور في بالي، وكان دعي الله تكون غير صدفه وما نكونش انا السبب في مجيئه لهنا. وصلت وقت الخدمه ورجعنا
وقالت لي سناء باللي مجهول الغابة ما غاديش يكون حتى بالعشية، ودوزنا ما تبقى من نهار في المكازة. الخدمة مع سناء زوينة، بنت ظريفة وكتدخل القلب، تعلمت منها بزاف ونصحاتني وراتني كاع اللي كتعرف بصدق نية. وصلت سبعة العشية وتفارقت مع سناء ومشيت للدار، وجات جودية وجلسنا كنتعشاو. وقلت ليها جودية شفت جهاد اليوم؟ بدات كتكح وهي تقول ناري يا اختي، شي نهار تقتليني، كل مره جايبه اخبار في شكل. فين شفتيه؟ قلت في واحد المطعم حدا فين خدامه. وهي تقول يمكن جاي دور ولا يشوف شي حد، ما ديريش في بالك، وحتى الا كاع شافك ماشي شغلو فيك. قلت ليها ما بغيتش نتواجه معاه. وهي تقول مازالك كتبغيه؟ شفت فيها ونزلت راسي، الحب ما كيتنساش بسهوله، كيفاش غدا ننسى حب هاد السنين كامله بين ليلى وضحاها؟ هو غدرني واستغلني، ولكن ما يمكنش نتحكم في قلبي ما يبغيهش، كنبغيه وكنكرهو في نفس الوقت، ولا يمكن حقدي عليه هو اللي مخليه في بالي حتى لدابا. ومشيت حطيت راسي على المخده ونعست، ودازت شهرين روتيني. الحمد لله خدمتي غادة مزيان، وجهاد ما بقيتش شفته بمرة، وعلاقتي بسناء تطورات ولينا كنخرجوا مرة مرة. أما مجهول الغابة كيكون غير في الصباح والعشية ما كيجيش، كتبان من شخصيته غامضة شوية وهادية. كان لاحظ شوفاته ليا شي مرات غريبي، حتى شي مرات كيخليني نشك بأنه عرفني. كلامه معايا قليل، مقتصر غير على السلام ولا إلى احتاج يسول على شي حاجة في الخدمة. واليوم كنت في البوتيك غير بوحدي مع مسيو فهد. سناء كانت عيانة شوية وخدات روبو، جا عندي وقال شمس، قالت لي يا سناء باللي الطريق بعيدة عليك من الدار لهنا وخاصك تخرجي بكري. فكرت باللي كاين ترانسبورت العمال اللي كيمشيو للمصنع غيبقى يجيبك في طريقه، ولكن غير في الصباح حيت في العشية كيخرجوا بكري. قلت له واخا مسيو جهاد، شكرته وعطيته بالظهر وبديت غدا لخدمتي. قال شمس، درت وشفت فيه وهو يقول واش عمرنا تشاوفنا من قبل؟ قلبي نبض بالجهد، توترت وطلعت راسي وشفت فيه باش غدا نجاوب، نقول ليه الحقيقة ولا نكر. شفت فيه باستغراب وقلت نعم. نهد وهو يقول لا والو صافي نساي، يمكن لك تفضلي. واليوم تعطلت شوية مع واحد الكليان حتى لتمانية ونص، عاد ساليت دخلت الفيستيار ولبست حوايجي، وجيت خارجة لقيت الظلام طاح وحتى طاكسي ما كاين. تمشيت شوية على رجلية وبانت لي الطوموبيل ديال مسيو فهد غادة قدامي، تكمشت فراسي من البرد وبديت غادة حادرة راسي. شوية سمعت لك لاكسون وكان هو قال شمس طلعي نوصلك، وحل الباب ديال الطوموبيل. قلت له صافي راه دابا نشوف تاكسي. قال طلعي نوصلك، الا بقيتي هنا حتى الغدا ما غاداش توقف ليك تاكسي حيت اصلا ما كيدخلوش لهنا. طلعت وبقينا غادي شويه، سرحت فيه واخا كلامه معايا قليل ولكن واسين، زعما غيكون مزوج. سرقت شوفه في ايدو اليسر كنقلب على الخاتم، وسيم واعزب. وهو يقول شمس تقبلي عرضتي العشاء؟ قلت نعم انا. ابتسم وقال اما ما تهضريش كاع اما تصدمي. وهو يقول السكوت علامه الرضا، اذا موافقه. انا مازال مصدومه، اصلا علاش عرض عليا العشاء؟ يكون عاقل عليا؟ لا يا ربي لا يا ربي، صوني ليه تليفونه وفي شي حاجه مستعجله وينزلني هنا. شاف فيا باستغراب وقال شمس فاش كتفكري؟ راه مجرد عشاء ما غاديش نخطفك. تبسمت وقلت له واخا قبلت. وهو يقول صباح النور، نزلي رحنا وصلنا الريستو. دخلنا وجلسنا على طبلة كتطل على البحر. تقدم مسيو فهد وجر لي كرسي، اول مره شي حد يعاملني هكا، حسيت براسي ملكه. وقال شمس اشنو بغيتي تاخدي؟ قلت ماشي شي حاجة معينة، اللي خديتيه ناخدو حتى أنا. تبسم ليا وهز راسو وقال
تبسم ليا وهز راسو بقاه. بدينا كناكلو وحسيت بنظرات مسيو فهد كيختار كو تفاصيل وجهي، وهزيت عيني اللي جاتني شان في عيني، ركز شوفاتو فيا حتى توترت ونزلت عينيا وقلت الحمد لله. قال ما كليتي والو، قلت له الحمد لله كليت اللي قدرت عليه. شمس عاودي ليا شويه على راسك، نساي باللي انا المدير ديالك في الخدمه. خرجنا في عشاء اصدقاء وحتى مسيو حيديها. قولي ليا غير فهد. بقيت مصدومه ما عرفتش شنو نقول، وبقينا كنهضروا ولكن ما عاودتليهش كلشي عليا. هزيت التليفون ولقيت باللي ما فيهش الريض، والساعه 11 ديال الليل. قلت ويلي 11، غدا تكون صاحبتي مشوشه عليا. خرجنا وقربنا لوسط المدينه والريزو عاد طلع. اول حاجه درت اتصلت بجوديا حيت لقيت الميساجات ديال بوات هوكا. قلت الو جوديا سمعيني، انا بخير غير البلاصه اللي كنت فيها ما فيهاش الريزو، قريبه غدا نوصل للدار ونهضروا. وهو يقول صاحبتك سميتها جوديا؟ قلت له اه. وهو يقول وساكنه معاها؟ وقلت له اه. قال مزيان، ها احنا وصلنا للحي. قلت له صافي غدا ننزل غير هنا قريبه للدار، وشكرته على هذا الخرجه. طلعت للدار ولقيت جوديا واقفه عند الباب وقالبه وجهها. قالت فين كنتي هاد الوقت كامل؟ اتخلعت عليك وحتى تليفونك طافي. قلت وغير بلاتي ندخلو بعدا راني عيانه، وقلت ليها تعطلت في الخدمه وعرض عليا مسيو فهد العشاء ودابا جابني حتى للدار. قالت اشنو؟ فهد اللي وصلك لهنا؟ قلت ليها اه هو. كاين فيها شي مشكل؟ قالت لا ما فيهاش، غير استغربت. المهم راها خليت ليك العشاء غدا ندخل للناس. ومشات جودية وحسيت بها في شكال، هدرت على فهد بحال لك تعرفه. ونفضت هاد الأفكار من بالي ودخلت صليت اللي فاتني ونعست. وصلت الخدمة وبقيت خدامة حتى الوقت الربع، ومشات سناء حيت كانت دايرة تغدى مع خطيبها. وتوضيت وخرجت نتمشى شوية حيت ما فيا اللي ياكل. بعدت شوية على الحي اللي فيه البوتيك وجلست في واحد الكرسي كنت أمل الغادي واللي جاي، وشفت في نقطة بعيدة عليا شوية. وهنا كانت الصدمة، فهد وجوديا واقفين وكيضحكوا. حققت مزيان باش نتأكد آه فعلا هما. جوديا ركبت في الطوموبيل ديالها وديمارات، تبعتها بعينيا حتى مبقاتش كتبان. ووجهت نظري لفهد اللي كان مازال واقف كيهضر في التليفون، وانا جالسه مصدومه من هادشي اللي شفت. جوديا عمرها ما قالت ليا باللي كتعرف فهد، زعما غيكونوا تلاقاو صدفه. نمشي ونسولو ونفهم منه ولا نهضر مع جوديا احسن؟ بقيت منزله راسي وكنحلل في هادشي اللي شفت ونحاول نلقى ليه تفسير، حتى حسيت بطوموبيل وقفات عند رجلي وقال شمس اشنو كديري هنا؟ قلت له مسيو فهد سلام، غير وصل وقت الروبو وخرجت نتمشى شويه. انزل من الطوموبيل وجلس حدايا وقال برا الخدمه قولي ليا غير فهد. قلت له انت شنو كنتي كدير هنا؟ والو غير كنت مع شي ناس كنعرفهم. بقيت شحال ساكته حتى قررت نتشجع ونسولو. قلت له فهد كتعرف جوديا؟ شاف فيا بدهشه وحرك راسو بقاه. قال اه جوديا هي اللي كنت معاها دابا، واش كتعرفيها انتي؟ قلت له اه هي صاحبتي اللي ساكنه معاها. قال صدفه غريبه هادي، كنتي قلتي لي البنت اللي ساكنه معاها سميتها جوديا، ولكن عمري فكرت تكون هي. عرفتي هاديك الانسانه نعمه صديقه حافظي عليها. قلت له بالصح، مادام كتمدح فيها غادي تكون تتعرفها مزيان. حرك راسو بآه. وهو يقول قبل من 6 شهور هادي كان وقع ليا واحد الحادث في الغابة، وهي اللي نقذتني من الموت. توسعوا عينيا من الصدمة، هي اللي نقذته؟ قلت له
بحالاش نقداتك؟ قال كيف ما قلت ليك، تعرضت لحادث، كنت تضربت في الغابة، وهي بالصدفة لقاتني ونقداتني من الموت في آخر لحظة. بفضلها أنا دابا عايش وواقف على رجلي، ما بقاش فيا شكون ينقدو، واش أنا ولا هي. ولكن ما كنش كنظن جودي غدا دير شي حاجة بحال هادي، وشنو الهدف ديالها مورا هاد الكذبة؟ قلت له بالصح، واش بقات معاك في السبيطار حتى فقتي؟ قال وانتي باش عرفتي كنا في السبيطار؟ قلت اكيد غدا ديك السبيطار، ما عرفتش غير حدس وصافي. قال لا، فاش فقت لقيت راسي بوحدي تما، وما عرفتش شكون جابني، حتى سولت في الاستقبال وعطاوني اسم البنت اللي تكلفات بالمصاريف. قلبت عليها في نفس المدينه، ما كانتش تما، ولكن عرفت باللي كتقرا هنا، والحمد لله لقيتها. قلت له شحال هادي باش لقيتيها؟ قال شي ربع شهور دابا. ربع شهور؟ علاش ما قالت لي والو هاد المدة كاملة وهي دايرة براسها ما كتعرفش فات؟ علاش كتكذب وعلاش خبات عليا؟ قال شمس فين مشيتي؟ راني سولتك. قلت له اسمح لي يا فهد، غير سهيت شوية، علاش سولتيني؟ قال سولتك واش ما قالت ليكش باللي كتعرفني وما عودت ليكش على ديك الحديثة؟ قلت له لا، ما قالت لياش، حيت اصلا هي ما عارفانيش فين خدامة، يعني ما غاديش يطيح في بالها باللي كنعرفك. قال صدفة زوينة هادي، غادي نديرو شي نهار ونجمعو كاملين. وقفت بالزربة وقلت لا بلاش، يمكن هي بغات هاد الخير اللي دارت يبقى بينها وبين اللي خلقها، ما كاين لاش تحرجها معايا، واحسن ما تعرفش باللي انا كنعرفك. قال واخا خاطرك. قلت له خاصني نرجع للخدمه، سالا الروبو، يلا نوصلك، طريقي نيت هذيك للشركه. كملت نهاري في الخدمه وتفكيري مشتت، وحتى سناء كان كلامي معها قليل، وخرجت مع السبعة من الخدمه ومشيت نيشان للدار. وصلت ولقيت جوديا كتفرج. قالت كي دايره؟ لبس عليك بخير، وانتي كتباني ناشطه. قالت بزاف فرحانه وناشطه وباغا نرقص. قلت ليها مزيان بصحتك، انا عيانه غدا ندخل ننعس. وعطيتها بالدار وغادا لبيتي، وشي حاجه في الداخل ديالي كتقول لي سوليها، يمكن تعطيك تفسير لهاد الاسئله. شفت فيها والكلام توقف في حنجرتي، ما عرفتش شنو نقول ليها، ومشيت لغرفتي بسرعه وسديت الباب وقلت كل شي غادي يبان مع الوقت، وحتى الا كانوا كيعرفوا بعضياتهم انا مالي. فقت في الصباح بكري وقررت نخرج بلا ما نشوف جوديا. هدرت مع الشيفور باش ما يدوش عليا يديني، كنت باغيه نتمشى بوحدي، ما عرفتش كيفاش دولت هذا الطريق الطويله حتى وصلت للخدمه. دخلت ولقيت سناء كتلبس، قلت ليها صباح الخير، ابتسمت وردتها عليا وقالت البارح سولني عليك مسيو فهد. قلت ليها علاش؟ قالت جا من بعد ما مشيتي بشويه وسولني عليك. وانا نقول وما قالش ليك علاش بغاني؟ قالت لا حبيبه، ولكن يمكن والف يشوفك ديما. وغمزاتني، لحت عليها الشوميز اللي كانت في ايدي وقلت ليها ايش هاد الضحك الباسل صاحبتي، تخيلي دابا يسمعك كتقولي هاد الكلام. قالت لا غير تهناي، ما كاينش، ما غاديش يجي اليوم، في هاد الفتره كتكون عندهم الخدمه بزاف في الشركه. وبقينا هادرين عليه وشكراته هو وعائلته، وقالت باللي هو حنين بزاف وكيتصرف مزيان مع الناس. ودازت ربعه ديال السوايع في الخدمه، ومن الظهر اليوم كانوا الكليان اغلبهم نساء، التعامل معهم كيتطلب مجهود وطاقه، طبعنا عجيب، حتى حاجه ما كتعجبنا. هزيت كاس القهوه كنشرب فيه حتى شميت ريحه بارفان رجاليه قويه، وجهت نظري للباب حتى كنشوف جسم طويل وعريض داخل ومتجه جهتي، رجل وسيم بامتياز، لابس كوستيم كحل وملامح سوداء جذابه،
قلت لا أنا أكيد كنحلم، تركي هذا ولا سويدي ولا شيكون. قرب مني بابتسامة ومد لي يدي وقال بونسوار مادموزيل. أول مرة شي كليان يمد لي يدي، ما بغيتش نحرجو واخا شوفاتو ليا ما ريحونيش، وقلت بونسوار مسيو، شنو حب الخاطر؟ بقى كيشوف فيا وكيركز على يدي، حاولت نسحبها ولكن ما قدرتش، وقال انتي جديدة هنا؟ قلت له اه. ابتسم وقال شنو سميتك؟ حتى كنسمعو وعلاش باغي تعرف سميتها؟ بنبرة قاسية وقوية وصلني صوته وهزيت فيه عيني ونظراتو على ايدي اللي شادها هاد بنادم قبل ما نحاول نسحب ايدي للمرة العاشرة. هاد الحيط اللي قدامي عاد فهم نظرات فهد وطلق من ايدي، قرم منا بخطوات ثابتة وايديه موراه وبعدني من قدامه ووقف بيني وبين هذا الحيط اللي ما عرفتش شنو سميته ومد ايدو صافحه وقال طارق مرحبا. ابتسم بالطارق ابتسامة صفرة وقال فهد لاباس عليك؟ قال له بخير عاش من شافك، اشنو اللي جابك اليوم؟ قال طارق جيت نهدر معاك في واحد الموضوع متعلق بالخدمة. قال له فهد عجيب، وما اتصلتيش قبل تشوفني واش كاين بعدا؟ عييت وانا واقفة كنشوف مرة في الارض ومرة في ظهر فهد اللي فاصل بيني وبين هذاك طارق، وقررت نستأذن ونمشي ونخليهم يهضروا على راحتهم. وخبل لي من كلامهم علاقتهم ماشي حتى لهي، ومشيت نيشان الحمام غسلت وجهي حيت كنت حاسة به سخون وغادي يطرطق. ايش هاد اللقاء المكهرب؟ باينة ما كيتحاملوش وجيت انا الوسط. رجعت وما لقيت حتى شي واحد وقلت غادي يكونوا طالعوا يكملوا هدرتهم الفوق في المكتب. شويه كنسمعو كيعيط ليا وقال اجي بغيتك. قلبي كيضرب بالجهد وكنقول علاش انا مخلوعه؟ اش درت؟ واش غادي يجري عليا حيت استقبلت واحد ما كيحملوش؟ ولكن انا مالي؟ هو دخل الراسو. مشيت دقيت ودخلت وهو يقول ما علمتكش سناء باللي ما خاصكش تسلمي على الكليان بايديك وباللي ما خاصكش تدي وتجيبي معاه في الهضره؟ قلت له ولكن. قاطعني وضرب ايده مع المكتب وقال سولت. قلت له اه عارفه وفي راسي، ولكن هو مد لي ايده وما بغيتش نحرجه. قال حرجيه خليه بلاكا، فين كتعرفيه اصلا حتى ما بغيتيش تحرجيه؟ قلت له ولكن مسيو فهد هذاك كليان. قال هذاك بنادم بالضبط ماشي كليان، واخر مره شمسي تعاود هادشي ديال اليوم، تفاهمنا؟ هزيت راسي بقاه وقلت له واخا، ويلا جا مره اخرى؟ قال ديري اللي قلت لك وهو ما غاديش يرجع مره اخرى، يلا تفضلي. نزلت من عنده وانا حابسه دموعي وتنقول لا حنين فعلا انا سناء، متكبر ومتسلط وعنده كتر من وجه وخايب يلا. وهي تقول سناء بسم الله عليك مالكي كتهضري بوحدك؟ قلت ليها صبني وسقطرني حيت سلمت على واحد الكليان، ولكن والله هو اللي مد ليا ايده وما قدرتش نحرجه. ضحكات سناء وقالت اويلي ووصيتك زعما صاحبتي. قلت ليها توترت سناء والخلعه وتخلطوا عليا ونسيت. قالت صافي ما تقلقيش، زعما مسيو فهد ما موالفاش ليه يدير هكا معانا، غادي تكون غير معصبه شي حاجه. اجي شكون هاد الكليان بعدا؟ قلت ليها واحد الحيط سميتو طارق. قالت اه داكشي علاش، هذاك لالا راه ولد عم مسيو فهد، عاجبو زينو واللي شافها ديالو واللي ما شافهاش عنده فيها النص، ومسيو فهد ما كيحملوش حيت ديجا وقعوا بيناتهم مواقف وكيكرهوا بعضياتهم. قلت هو ولد عمه وانا مالي يدور فيا هكاك؟ غمزاتني وقالت وقيلا غار عليك. وصل وقت الخروج ولبست حوايجي وخرجت، كانت الشمس بدات كتغرب حتى كنسمع فيه كيعيط ليا. قرب مني وداير ايديه في جيبو وعينيه عليا وقال
واخا نتمشاو شوية. قلت له واخا. بقينا غادين والشمس غربات وظلام الحال، ولاو أضواء خفيفة زينات الشارع. بقينا غادين ساكتين حتى وقف قدامي وقال: شمس، أنا عارف باللي غلطت معاك اليوم، تعصبت عليك، سمحي لي، ما كنتش قاصد. قلت له: مسيو فهد، حتى أنا سمح لي إلا درت شي حاجة قلقاتك. قال: أنا اللي زدت فيه، سمحي لي. هزيت راسي بإيه وابتسمت له وقلت له: صافي سامحتك. ابتسم وقال: شكرا، ولكن هذاك الشخص بالضبط إلا تلاقيتيه شي مرة ما تعطيهش فرصة يتكلم معها. شفت فيه باستغراب وقلت له: وعلاش؟ قرب مني حتى ولات كتفصل بيني وبينه خطوة، بعد بصبعان وخصلات شعري اللي نازلين على عيني وقال: حيت أنا ما بغيتش. وبقينا غادين وكنهضروا حتى قربني من الدار ومشى في حال. وداز شهر تغيروا فيه حاجات كثيرة، وليت عاطية الأولوية لخدمتي ومستقبلي صافي، واعدت راسي باش ما نبقى نوضع ثقتي في حتى شي واحد. وغادي يجي النهار اللي كل واحد استغلني غادي ندم وما غينفعوش الندم ديالي. وبديت كنقلب على دار نستقر فيها وما قلتهاش لجوديا، حيت ما بغيتش ندخل انا وياها في شي نقاش. خرجت من خدمتي وغادا للدار، وكنت هازة حمل كبير، حتى شويه وقفت قدامي طوموبيل كحله وانا نسمع صوت كيعيط ليا. تلفت لقيتو جهاد، سولني واش لاباس عليا وقلت له: ماشي شغلك، اشنو باغي مني دابا؟ قال: انا عارف باللي ظلمتك انا والوالده، ولكن دابا انا ندمان وبغيت نصلح غلطي. قلت له: للاسف جيتي معطل، وبقى كيرغب فيا باش نرجع ليه. وقال: ما تسرعيش، الوقت كله ديالك، ولكن ما تعطليش على قلبي اللي غادي يتسنى جوابك. تبسمت لي فوق خاطري وقلت له: ان شاء الله يكون خير. وقال: طلعي نوصلك. قلت: لا بلاش، غدا نمشي بوحدي. حلني يا الباب وقال: عافاكي طلعي. طلعت وبقى كيهضر، اغلب كلامه ما سمعتوش، بقيت سارحة وكنفكر في فهد، ما عرفتش شنو كيجيبو على بالي في هاد اللحظة. حتى حسيت به زعزعني بايديه وقال: شمس راه وصلنا. شفت في باب العمارة اللي ساكنين فيها ورجعت شفت فيه وسولته باستغراب: جهاد، منين عرفتي الدار؟ وجهه تبدل فيه اللون وتوتر وهو يقول: الصراحة جودية هي اللي وراتني فين كتخدمي وقالت لي حتى الوقت معهاش كتخرجي. قلت له: جودية؟ وهو يقول: ولكن ما تفهميهاش غلط وما تلوميهاش، هي بغات غير دير الخير وتجمع قلبين متحابين. وبدا كيضحك ودعته وطلعت للدار نعس. شوية كنسمع في التليفون كيصوني وكان فهد، وقال لي عارضني غدا الفطور، وقلت له بلي أنا ما مسالياش، كذبت عليه. الغد لي فقت في الصباح بكري وخرجت قبل ما تفيق جودية، ما عندي خاطر نشوف حد اليوم. بقيت غادة حتى وقفت فوق واحد الصخرة اللي عرفتها بفضل فهد، وولات مكاني المفضل. جلست وسديت عينيا كنستنشق هواء البحر وكنفكر في عرض جهاد، واش نقبل ونحقق داكشي اللي خططت ليه ولا نرفض ونطوي عليا هاد الصفحة. وداز وقت طويل، شوية كنحس بفهد جا عندي وقال: كان عندي الحق نهار جبتك لهنا. تاسمت وقلت له: عندك الحق. أول نهار قلت له: آه عندك الحق، حيت فعلا هنا متنفس من الهم والألم والمشاكل. شفت فيه وقلت له: تقلقتي عليا البارح. قال: تقلقت حيت كذبتي عليا. قلت له: وباش عرفتيني كذبت؟ قال: حيت ما كتعرفيش تكذبي ودغيا حصلتي وبانت عليك. نزلت راسي حشمانة وقلت له: واخا اسمح لي، وباش نصلح غلطي غدا نعرض عليك الفطور وحتى الغدا. قال: الفطور اه، ولكن الغدا انا اللي عارض عليك الواحد البلاصة. قلت له: فين؟ وقف وعطاني بالظهر وتمشاش بيا مبعد عليا وانا جالسة في بلاصتي وعيني عليه، وقال: يلا يخلص شنو كتسناي؟ فطرنا وداني لدارهم، عرفني على والدي. كنت خايفة بزاف من هاد المقابلة
ولكن لقيتهم رحبوا بي. دوزت ساعتين معاهم في جو مليء بالضحك، تغدينا وزدت تعرفت عليهم أكثر وتقربت من شخصية فهد أكثر، وشفت كيفاش كيتعامل في دارهم مع والديه اللي حسوني باللي أنا وحدة منهم وعاملوني أحسن معاملة. وصل الوقت اللي خاصني نرجع للدار وهمست الفهد باش نمشي، قال لي يا وخا وتوادعت معاهم ووعدت خالتي زهرة نرجع لعندهم مرة أخرى باش ما تكونش هادي أول وآخر مرة نزورهم. خرجنا وأصر علي فهد يوصلني حتى الباب الدار،